بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد. الصوت مسموع؟ أجل. آخر ما كنا نتناوله في شرح المنظومة المباحث الأصلية للشيخ سرخسطي، والشرح كما تعلمون للشيخ أبي ابن عجيبة الفاسي، أنه كان يتكلم عن قدوم قادم جديد على أهل الله يريد الدخول فيما بينهم، وكان ذلك بعد أن تعرض النظر لأن حالهم الظاهري ربما يخدعهم ويظن أنه إسلام تماما، كما قد يجمعنا المساوئ يعني. فالواقع أنه أقبل دون استعداد، وظن ألا فرق بينه وبينهم، وأنه هم وهو سواء. من الواضح أن المقبل هذا يعني راجل إما خالجه وإما يعرف شيء عن التصوف، ولكن لم يسلك بالفعل، يعني معلومات نظرية. الأول هو على الفطرة ولا يحتاج إلا إلى خبرة أو اختبار بالتأكد من صدق نيته وصدق توجهه، وأما الثاني فيحتاج إلى مزيد، لأنه ربما يكون بحكم معلوماته النظرية عن التصوف يدعي، يقول حقائق القوم يجريها على لسانه فيظن السامع أنه منهم، أو يتظاهر هو بأنه منهم فيكون أقرب إلى التظاهر والنفاق، وهو أن يتظاهر المرء بما ليس فيه. فلذلك أطال في هذه النقطة، لأنه كما قلت لكم الأول لا يحتاج إلا إلى اختبار للتأكد من، يعني هم لا يقبلون كل من يفد وكل من هب ودب وكل من أقبل عليهم، وإنما يعنون بالتأكد. واضح النقطة، إنه يعني ليست المسألة كالتجنيد السياسي تضم كل من يقبل، لا، هنا في شروط، وللمريد نفسه شروط، وللسالك شروط، ولمن بعد ذلك شروط أصعب وأقسى. واضح الفكرة؟ ده بالنسبة للصنف الأولاني اللي هم ناس على الفطرة، ولكن ظنوا أن المسألة سهلة وأنهم والسالكون سواء لا فرق، فأقبلوا يريدون لكن بحسن نية. هذا كما قلت. لكن الصنف الثاني وهو يعني موقفه أشد، هم أولئك الذين ربما يعني عندهم نوع من التظاهر نوعا ما أو الادعاء، فهذا الدعي
الذي ينتسب للقوم وهو ليس منه يحتاج إلى معاملة خاصة، وهذا هو موضوع الكلام القادم. واضح أن النقطة وصلته بما سبق من الكلام، لأنه بيقول إذا جاء شخص ليس منهم ولكنه يعني يقول نحن يجمعنا المساء، لا فرق بيننا وبين بعضنا البعض، وكلمة يحبون بعضهم البعض وينصحون بعضهم البعض يعني كل فعل مطاوع لا يكون إلا بين ركنين شيئين، مثل وضعه فاتضع، رفعه فارتفع، بسطه فانبسط، اسم الفعل المطاوع اللي هو المنفعل يقبل أثر الفاعل. نحن معنويا لا أتكلم في النحوية الآن، واضح الكلام؟ لا بد أن يكون ولذلك من الأخطاء الشائعة الآن يقول لك يحبون بعضهم، ما ينفعش بعضهم البعض، لأن فعل متبادل لا بد له من ركنين، فاهمني ولا إيه؟ يحبون بعضهم، لا دي لغة عامية، إنما بعضهم البعض. وكلمة البعض أيضا فيها أل، وإذا جاءت الكلمة محلاة بأل بعد أن كانت نكرة فهي عين الأولى، وإذا جاءت منكرة فهي غير الأولى. وعلى هذا تفسير سورة الانشراح، ولذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بالنحو ولا بالمصطلحات النحوية، لكنه عربي سليقة، فهو فهمها بحكم معرفتي باللغة العربية لا بالقواعد النحوية، تفهمني ولا إيه؟ وقال لا يغلب عسر يسرين، لأن النكرة أعيدت مرتين، لما العسر يسرى إنما العسر يسرى، فهي إذا أعيدت النكرة نكرة فهي غير أولى، إذا أعيدت الكلمة معرفة فهي عين الأولى. فهمنا ولا لسه؟ وأنا بقولها لارتباطها بكلمة يحبون بعضهم البعض، لأن يحبون بعضهم البعض أي البعض الآخر، يحب بعضهم البعض الآخر، مش يحب نفسهم، هل تفهمونني؟ فأل بدل عن النعت، البعض، بعضهم البعض الآخر، والله أعلم. أديني قلت حاجة نحوية في سكة، ولا يا شيخنا؟ بتاع أصول الدين ما فيش في الأزهر حاجة اسمها أنا بتاع أصول الدين أو أنا بتاع كلية اللغة. الأزهري يعرف في الاثنين، لأنه لن يفهم العقيدة بدون إتقان اللغة، إذن فهو لغوي أيضا، والعكس صحيح. الفلاحين مش هيعرفون أنا بتاع أدب ونقد وبحفظ دواوين شعر، لا هيسألوه في الفقه استفتوه، فهل يجيب بجهل أو يعتذر ويقول أنا بتاع اللغة العربية؟ ليس هناك في الأزهر شيء اسمه، نعم مزيد تخصص، يعني يعرف شيئا في كل شيء، ولكن في شيء منها يعرف كثيرا من الأشياء حوله. واضح كلامي يا معشر الأزاهرة في العصر الآخرة؟ وهكذا علمنا شيوخنا، وهكذا كان شيخ النحو لكنه يفتي ويعرف
وقد يعرف في أكثر من مذهب. كان الشيخ أشهب القاضي شيخنا في علم النحو، وأعجب بفرقتنا فظل معنا يدرس لنا أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي ورابعة ثانوي وخمسة ثانوي نحو، ويطلب من إدارة المعهد أن تنقله. شرح لنا اثنين من شروح الألفية، ابن عقيل والثاني ايه؟ شذور، نعم شذور الذهب، ابن هشام شذور الذهب. شذور الذهب ده في رابعة ابتدائي، كنا ندرسه في سنة رابعة ابتدائي. أوضح المسائل شذور الذهب، إنما أوضح المسائل حاجة كده. شرح آخر للألفية أكبر شوية من ابن هشام. الأشموني لا، الأشموني هذا كان يدرس مثل المواقف في السنوات الأخيرة من أصول الدين، والأشموني كذلك في كلية اللغة هو آخر المطاف. الخضري، وانظر إلى المنوفية في كل حتة، في النحو والفقه وكله. أوضح المسالك، أوضح المسالك. أيوه، إلى ألفية ابن مالك، فشرح لنا هذين الشرحين، وكان يعرف وكان ملكي، لأنه هو الجزء اللي على شمالك من يعني منوف وقراها وما بعدها المجاور للبحيرة كلهم ملكية، مثل مديرية البحيرة أو محافظة البحيرة دلوقتي. لكن باقي المنوفية فيها شافعية وحنابلة بهوت وكفر بهوت، وفيهم الشيخ البهوتي الذي تدرس كتبه في السعودية، وهو من علماء الحنابلة. وكل المذاهب الأربعة الناس بيغيروا من المنوفيين ويقعون فيهم غيرة من شطارتهم وذكائهم. والدليل على هذا أن فيهم ليس فقط تقليد لهذه المذاهب الأربعة، بل علماء كتبوا في هذه المذاهب الأربعة، ولا يوجد ذلك في أي محافظة أخرى في مصر. بالكثير هتلاقي شافعي وحنفي في بعض البلاد كالقدقهلية، إنما إن كل المذاهب الأربعة ومؤلفون فيها ليس إلا في المنوفية. والكلام ده مش دعاية ولا سياسة. فلما تعرض لهذا القادم الجديد، وأنا اتكلمت الأسبوع اللي فات عن كلمة التجنيد، يجنده المجند، قال الأرواح جنود مجندة، فالتجنيد أصلا معناه التصنيف، معناه التقسيم، معناه دول كده فريق ودول فريق داخل النوع الواحد أو الأنواع تحت الجنس الواحد. واضح كلامي؟ نعم. كتبت أصول الدين. لكن الآن بتفهم فهم آخر، يعني ضم الضم إلى المجموعة، وهذا هو المفهوم السياسي، وهو جديد مختلف عن المعنى القديم. والتجنيد بالمعنى العسكري وهو جديد، وإن كان له أصول قديمة، لأن الجند جند الشام وجند، فكانت الأصل الجند يعني الفرقة الشامية، يعني أصل فكرة التصنيف والتقسيم. جند الشام، جند الكذا في الصدر الأول كان يعني تمييز للمحاربين، لأنه الجيش كان كله تقريبا متطوعين، لم يكن الجيش الإسلامي
موظفين ومعينين ومرتبات ولا حاجة، كان يقوم على الطبعية والشراه، يعني اللي باعوا نفسهم لله، وتمسح فيها الخوارج، سموا نفسهم الشراه وليس لهم ذلك، فقد ذمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: لو كذا أحاربنهم حرب عاد وتمر. وذلك أن من واجب العالم الديني أن يقوم بهذه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين أو التركيب وتأويل الجاهلين أو تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. والحديث مشهور وأظن حسن صحيح. المهام الثلاثة دي وظيفة العلماء، سواء كانوا كلية اللغة العربية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية، كلية الدعوة، كل أولئك تجنيدات وأصناف جديدة. المعنى العسكري جديد لكن له أصل، أما المعنى السياسي فجديد خالص، وهو الضم إلى الفئة. الأنفال يقول لك شفت الأنفال أو متحيزا إلى تحيز، والضم ده هو فكرة بيجنده، سواء في الجماعات الدينية أو الأحزاب السياسية. كنا قدماء صنعة زمان، ثم الحمد لله ما كان على السنة نحن عليه باقون، وما كان مخالفا نحن نبرأ إلى الله منه. من حد يفكر يعني إن إحنا بن يقول يقول، احنا قلنا الشرح مسجي او قال ويقول، ومش لازم قال ويقول، يعني جايز يقول شين وميم، يعني متن وشرح، المهم يميز، شرح يميز بين المتن او الاصل والشرح، وشرح يمزجهما فيسمى مسجي. وليس شرط أن يقول كلمة قال وأقول، ليس بشرط، إنما أطلقوا عليه التسمية، شرح قال ويقول وشرح نزل. معي كلام قديم بس لازم الأزهري هو ده، تلك لغته لازم يعرف. فهنا بيجي يقول رضي الله عنه، يعني هذه الأبيات اللي بيعلق عليها بيتكلم عن اللي زي ما قلت لكم القادم الجديد، وهو بقى بيقول لما يجي الراجل ده وينخدع بأن لا فرق بينه وبينهم، وبعدين يعرف أن المسألة فيها شروط، الحكاية مش مفتوحة لكل من هب ودب، واضح. ولذلك أورد البيت الشهير، وهو يعني فيه تنبيه وسخرية، بس سخرية مقبولة، ليست سخرية من قبيل لا يسخر قوم من قوم، في سخرية للتنبيه: سوف ترى إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. أنت فاكر أنك مجاهد وأنك زيك زيهم؟ لا، هذا لأن الغبار والظلام والمساء يسوي
ولكن إذا انجلى الغبار وانكشفت الحقائق هتعرف ساعتها أنك أنت لست بعد من أهل هذا المقام. هذه معنى سوف ترى، وده مثل استخدم في كل المثل له عشان إخواننا اللي هنا، مورد ومضرب. مورده يعني القصة الأصلية، ومضربه يعني الحالة الجديدة اللي بنستخدمه فيها. مورد المثل ومضربه. يقول لك إيه؟ أنا بضيع الوقت، ولذلك أقول لإخواني في المجمع إنني من زعماء المعطلة. إذا دخلت على قومهم يعملون أعطلهم بالحكايات. ومن الحكايات إن صاحبنا النعمان بن المنذر ولا مين كان طاغية، وداب الطغاة يهمه مزاجه، فعنده يومان، يوم سعد ويوم نحس والعياذ بالله. فمن لقيه في يوم السعد يكرمه ويعامله أحسن معامله، ومن لقيه في يوم النحس والعياذ بالله يقتله كده من غير سبب. يعني مزاج، يعني يذهب النحس، والنحس يعني كفاية حادثة، عشان يستبقي سعده هو ويتنه مبسوط ولا حاجة، يعني وما يحسش إنه عمل حاجة يعني. فجاءه أحد الشعراء، أنا ناسي اسمه، لكن شاعر قديم مشهور جدا وله قصيدة معروفة مطلعها أقفر، يحن إلى الوطن، من شعر الحنين للوطن. أقفر من أهله ملحوب، ملحوب ده الوادي اللي هو نشأ فيه معنا. أقفر من أهله ملحوب، فالثنيات جمع ثنية، فالدروب أدب. فصاحبنا من إيه؟ يعني من جبروته وجمود نفسه. يقول له إيه بعد ما حكم عليه بالموت؟ جاءه في يوم من أحسن خلاص قرر قتله. وبعدين يقول له بعد كده أنشدني قصيدتك. أقفر من أهله ملحوب، فالثنيات فالدروب. الرجل قال له إيه؟ لقد ذهب العريض بالقريب. يعني يا 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 صاحبنا مش أمير مؤمنين ولا حاجة قبل الإسلام. ذهب العريض، العريض يعني العرض على أن يقتل الرجل صبرا، يعني يقام لينفذ فيه كده من غير كلام ولا حديث. أنا في الحالة دي وعايزني أنشدك الأبي، شوف الجبروت يوصل لحد فين. أنشدني قصيدتك التي تقول أهلا وسهلا، أقفر أهلا ملحوب ولا في منحوس ولا في إيه، يا عنب ديبه كما يقول المصريون. صاحبنا ده مش عارف عنب الديب. بس فالمورد القصة الفظيعة دي بتاع صاحبنا، فالثنيات فالدروب. أما مضربه فاستخدامه بقى في حالة جديدة. في كتب تعنى ليست من كتب الأمثال، كتب الأمثال طبعا كالميداني وغيره، وأيضا كتب الغريب في الحديث تورد هذه الأشياء وتأتي عادة بالقصة القديمة. لكن في كتب في الأدب العربي يعني تجد فيها هذه الأشياء، ومنها
خبر صاحبنا ده، نسيت اسم الشاعر، فكره اللي هو صاحب هذه القصيدة الملعونة التي جلبت عليه. بس يا سيدي، فهو ما قال سوف ترى إذا انجلب فرس تحتك، يعني أنت الكلام فيه نوع سخرية، يعني هل أنت من ركاب الخيل أو من المقاتلين ال فيه رجالة يعني على أرجله مش رجالة، في العامية بنقول رجالة يعني جمع رجل، إنما الرجالة في الواقع يعني المحاربون الذين ليس لهم أدوات قتال، لا ركب عربية ولا ركب حصان ولا حمار ولا حاجة، على رجليه. وأما الفرسان فهم عادة يركبون الأفراس، لأنها هي التي تصلح للكر والفر، إنما الحمار مسكين صبور وقوي صحيح، ولكن له مهام أخرى ليست منها الإقدام بسرعة والهروب والمناورات، هذه يقول لك مناورة وهي من الكلمات الواسعة الاستخدام في هذه الأيام، مبادرة ومناورة، يا مش حاسد ما دام من شغلك أن تراقبوا الحالة وتعرفوا الكلام ده جديد، يعني أصبحت له معاني جديدة خالص، مناورة ومش عارف مبادرة. أيوة نخش هنا أحسن. فهو بقى بيقول لك لا بد من فرز لنعلم أن هذا القادم الجديد مخلص ويريد فعلا طريق الله، أم أنه هذه المسألة كلها. فهو بقى بيقول بعد الإيراد البيتية وفي الأمثال بلسان الحال أن شجرة الفرع تصاعدت مع النخلة وقالت شجرة الفرع دي قرع القرع، عارف اللي يقول لك يمد برة معلش الاهتمام اللغوي يغلب أحيانا، فالمنصوري يقول لك كان زي القرع يمد برة، القرع شجرة معروفة ليس لها ساق بل هي تنفرش على الأرض، لكنها تريد أن تناصي النخلة وتدخل معها في مناورة. بيحصل يعني بيحصل، وده أيضا من 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 من, من القرع، عارف أكل القرع أنت كل شيء له ده اسم دلوقتي في ودش كما يقول، يعني نوع من الطعام أو من الطبيخ خاص. فشجرة القرع هذه تصاعدت يعني انتشت ورفعت رأسها وتريد أن تنافس النخلة، النخلة اللي فوق، وقالت إني شجرة، أنت شجرة وأنا شجرة هي، ولكن العرب يسموا البتاع النباتات اللي زي القرع ده يسموها البقلة الحمقاء، البقلة الحمقاء يعني التي تنبت وليس لها ساق على جدران الأنهار وأسراب المياه، وإذا جاء الهواء العاصف خلعها من جذره، ولذلك تسمى الحمقاء لهذا. أنت فاهمني؟ البقلة الحمقاء اللي زي سهلة الانخلاع وتكون على 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 حواشي أو حوافي جمع حافة. فهي قالت إني شجرة مثلك زينا زي بعض،
القرح زي النخلة. فقالت النخلة: ستعلم الشجرة منا عن، يعني ستعلم ما الشجرة منا. لازم هنا سؤال إيش؟ إذا منا عند هبوب رياح الخريف سيعلم، سيعلم أو ستعلمين أو سيعلم، يعني إذا ما جاء، وخصوصا هواء الخريف، لأنه هو هواء يأتي من غير ناحية متوقعة، لأن الهواء العادي الهواء البحري زي احنا عندنا مصر، يأتينا الهواء من جهة البحر يسموه بحري، ويسموا الجنوب قبلي، جهة القبلة، لأنه إذا تروح الصعيد بعد الصعيد كمان قصاد سواكن، بعدها بشوية كمان على ما تبقى قصاد جدة، أنت فاهمني؟ وده طريق الحج القديم الذي كان يسلكه الشيخ أبو الحسن الشاذلي، ومات وهو في الطريق في حميصرة، وجي في حتة معينة وقال للمرافقين: احفر لي قبر هنا، ونام فيه ومات. هم تقريبا، وده قد يعرفه المقبل على الله أو المقبل على القريب من الموت، بيبقى عنده وعي ب... وليا كان أو غيره. إنما طبعا عند الأولياء هو يعني إخبار، ولذلك يقول لك إن الششتري لما نزل عند دمياط وسأل عن معنى اسم الساحل اللي نزل عليه، فقالوا له: ده اسمه سهل الطينة. فقال: لقد حنت الطينة إلى الطينة، احفر هنا. لقد حنت الطينة إلى الطينة، وطلب حفر القبر ومات هنا. الششتري الموجود في عند التليفونات، الحارة اللي قصاد التليفونات مباشرة في آخرها قبر للششتري، ده حفيده، مش الششتري الأول صاحب الديوان، والله أعلم. لكن علمت هذا من أحد صوفية القاهرة المهتمين بزيارة الأولياء، وإحنا مقصرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا المودة في القرب، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، لكن إحنا يا عم الشيخ علي أنت وعدتين تلف بي. فشفت الرد بتاع النخلة على صحبتنا، وكذلك المدعون للخصوصية، ده الدعي بقى مش اللي على الفطرة، وهو صنفين هم الأدعياء بقى، ربنا يرسل عليهم قاصفا من الريح ليكشف أمره. إنما المهم الكلام اللي جاي كله في كيف يعاملون الفئتين. وفيه يقول: قال في التنوير، يعني قال الشارح اللي هو ابن عجيبة في كتاب له اسمه التنوير في إسقاط التدبير. وبالمرة تعرف إن ابن عجيبة ده ابن عجيبة ولا ابن عطاء، ابن عطاء الله السكندري، له كتاب التنوير في إسقاط التدبير، وأظن إن له كتاب اسمه الذكر، وهو الكتاب الوحيد في حدود معلومات الشخصية الذي ذكر أن طلب العلم ومذاكرة العلم نوع من الذكر، ضرب من ذكر الله تعالى. أنا ما قرأتش هذا الكلام إلا في كتاب الذكر مطبوع في مصر طباعة جيدة لابن عطاء الله السكندري، وده غير كتابه القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد
لأن في كلام لا يجوز ذكر الله بكلمة الله 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 لابن تيمية وغيره. نعم. لازم تقول مبتدأ وخبر. هذه حكم النحو. لازم تقول الله كذا، لكن هو أورد أدلة على جواز الذكر بدون حتى لا يقال الله الله، حتى لا يقال الله الله في آخر الزمان. الحديث في آخر الزمان، الحديث في آخر الزمان، حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني أجازه. وأنا شفت والله في واحد من زملاء أبي 24 ساعة الله 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 لا توقع، يتكلم معك ويرجع بعد عادي خالص، وهو رجل يعني هو من أهل العلم وكان قضى سنين في الأزهر ثم سلك مع بن سويف فيها الطرق كلها. بلدنا احنا البيومية، لكن في المنطقة اللي هم الخلوتية، ده الشيخ أحمد الطيب الخلوتية، وكانوا هم عادة شيخ مشيخ طرق أكون منهم قرون في مصر لغاية عبد الناصر هو اللي غير. فانظر كيف تدخل السياسة حتى فيه. طب ليه ما تسيبوا الناس حالها؟ شاهد انه الصحيحة دي انا كنت فيها وعارف، وان كان الراجل اللي جابوه يعني من اهل العلم يفهموا شاطر، اللي هو اول شيخ ما هوش خلوتي بنسى الاسئلة، كان لي بيه صيلة. فهو كان خلوتي وكان يعني جميل الصورة جدا، ولحية بياض وسواد، ويكلم معه ثم يعود الله طول الليل والنهار. والشيخ قال إن في الحديث الشريف عن قيام الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني ولكن هناك فعلا اعتراض على الذكر بدون مبتدا وخبر. نعم. المبتدا والخبر ده عامل زي سوف ترى اذا انجلى الغبار. نعم. وبعدين بقى بيقول انه في التنوير بقى ربنا بيفضح هؤلاء، ولكن اقراها لان فيها اخطاء مطبعيه. انما يفتضح المدعون، عرفت بقى الصنف الثاني الوحش ده، المدعون الأدعياء بزوال الأحوال وعزلهم فيه واو. أنا أظن إن الواو دي زيادة، عزولهم عندك ولا عندي أنا في طبعتي كده، أظنه عزلهم، ولكن تحكم المخطوطات وعزلهم عن مراتب الإنزال يعني الإمداد. هنالك يبدو العوار اللي هو أتعرفه فرس أم حمار، وتنهتك وتهتك الأستار. والهتك في اللغة تمزع حاجة لينة كده كالقماش، يهتك السترة يعني يقطعه، مش الكشف ده نتيجة، لما هذا كسر ضربه كده بحاجة فأزاله، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن أحد زوجاته بتعلق صور كده، يعني هي لم تقصد، يعني وجد في هذا ما يشغل المصلين. والله أعلم. عرفت ما هتك الأستار؟ فكم من مدعي الغنى بالله وإنما غناه بطاعته، يعني هو ينظر إلى صلاته وصومه، يلحظ عمله، واضح يا سادة؟ وإنما غناه بطاعته أو بنوره أو بفتحه، ربنا اداله حاجات فشغل بها،
لكن المفروض تنسى تعمل وتنسى اللي بتعمله وتنسى الفناء كما تفنى عن فنائك. إزاي؟ الله أعلم. هم عندهم كده، تفنى عن أعمال وتفنى عن الفناء نفسي. معتمدا على ما ثبت عندهم من معرفته، فكن عبد الله لا عبد العلة. فكن عبد الله لا عبد العلة، فكما كان لك ربا ولا علة فكن عبد الله ولا علة، هو ربك وأنت معدوم، فكن معه على هذا. أو هنا يقول لك كن له كما كان لك، هذه المبدأ. وقد كان لك وأنت لا شيء، لم تأتي بعد، فكن له على هذا. مين اللي يقدر ينسب الدنيا والآخرة والخلق والمخلوق كل ويرجع لي؟ هكذا كان بعضهم أظن صاحب اللي هو المحدث الصوفي حكيم الترمذي، يقال إنه ولا هو غيره أنه يقول أنا أذكر في يومي ألست من كان على يميني ومن كان على شمالي. يعني عندهم حاجة اسمها التراجع بالذاكرة. التفسير اللي نظر عليه يتراجع بذاكرته ويستعيد المواقف القديمة حتى قبل الخلق، عندما أوقف الله الأرواح بين يديه وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهو مش يعني مؤمن بهذا الوضع فقط، بل يذكره ويقول إنه يعرف من كانوا حوله. والله عنده، إحنا نروي حالتهم ونسلم بها، وليس ما تجهله فهو باطل. لا، ده مش دليل على البطلان. كنا احنا يعني مش عارفين الحكاية دي، لا لا لا، لا ينهض دليلا على بطلانها، بل كونهم يعني من الصادقين يشهد لصحة كلامه. ما عرف عنهم كذب. ماشي، يقول لك ماشي. حتى إذا هجمه الظلم، أهدي والي يقول لك ضمنه، يستخدمه بمعنى بتضمين ما، يعني حتى إذا هجم عليه الظلم وحتى إذا ما فاجأه الظلم، أهدي هجمه، فاجأه الظلام حتى إذا هجمه الظلام واحتوشته الوحش والهوام. واحتوشه يعني يحوشه، بس مقصود بها هنا يلتف حوله ويحجزه عن مراده، يحتوشه. فاحتوشه يعني غلبه ومنعه من شيء ما. فإذا ما أحاطت به الهوام، هوام الأرض من الـ 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 فهذا يمنع من الحركة طبعا. ولم يجد للفوز من أسباب، وفي حالة كما قلنا يعرض نفسه على القوم ولم يجد جوابا بعد، وهم تعمدوا السكوت شوية، في حاجة اسمها ثقل برضه، فنزل عندهم يتساقلون للاختبار، مش زي التجنيد السياسي، ده كما يصدق يضم ويكبر الكوب كما يقول المصري، يعني يكون حظه في الناس أشد رواجا. لا، ما عندهمش الحكاية دي، ما عندهم قلة صادقة خير من كثرة. فيقول ولم يجد للفوز من أسباب، للفوز بالصحبة والنسبة سبوه وتساقلوا عنه عمدا. واضح؟ أقام حيرانا، وده يعني من الضرائر،
المفروض حيران لا ينون، مش كده؟ ولا انت اصول الدين لغه عربيه؟ حيران، حيرانا امام الباب. عندي على الاصل، عندي على الاصل حيران. هي لو جاءت على اصلها لا ينكسر البيت، ولذلك لا ضروره للتنوين. حيران امام الباب ماشيه من حيث الوزن. فقيل من بالباب، يعني هم بدأوا بعد التؤل يعني وسابوه شوية، وبعدين قالوا من هذا الطارق الذي من بالباب؟ قال من المريدين أو السالكون القدماء لهذا القادم الجديد. من بالباب؟ قال طارق، والطارق اللي هو يأتي ليلا، خد بالك بالذات يعني السماء والطارق يأتي ليلا، الضيف بتاع بالليل، وده اللي يجب إيواءه، ما فيها حكم شرعي، مش عارف ما. الحالة الثالثة في قصة الخضر لما راحوا المدينة على قرية فأبوا أن يضيفوهما. يقول لك مضيف اللي بنقول عليه دلوقتي مضيف، مضيف الطائرة والمضيفة ست كده نظيفة هي اسمها مضيفة تضيف مضيف. فشرعا إذا كان ما فيش في البلد مطاعم ولا بتاع يجب إيواء الضيف وإطعامه 3 أيام كمان وبعدين يبقى يدفع، لكن دول لا رضوا أكلوهم ولا رضوا يبيعوا لهم حتى بالتم. القصة في قصة الخضر مش كده يا شيخ حسن؟ في الحالة الثالثة بعد الغلام وبعد ال يريد الدخول مع الأحباب من غير أن يعفر خده بالتراب اللي هو تواضع الانكسار. المفتاح هو الانكسار، المفتاح بتاع الباب هو الانكسار من غير أن يعفر خده. مش معناها أنهم عايزينه يبوس إيديهم، لا، هو داخليا ينسى الكبرياء والاعتداد بالنفس، خده بالتراب. فقال طارق، رد على كلامه، أنا قادم يريد الوصول. فقالوا لا سبيل. أنت عارف قصة حاتم يقول لك الليل ينشعر ليل قر والريح ريح صر، إن جلبت عبدا إن جلبت ضيفا فأنت حر. عشان كده اعتبروه يضربوا به المثل في الكرم، إذا جبت ضيف بالليل فأنت حر لوجه الله. فيخاطب فتاه أو عبده، هذه الطارق. وإقرأ قصة الطارق دي لأن فيها لحد آخر السورة عجائب، اللي هو صعود الشيء وعودته إلى الأرض وكذا. إقرأ الكلام ده فله تفسير علمي. مش هضيع الوقت بأكثر من كده. طارق يريد الوصول. فقالوا لا سبيل للسارق، بل أنت سارق مش طارق. يختبرونه مش يتهمونه، يختبرونه. بس يقرب على هذا الأساس. إذا أراد الله بعد أن ألقى في قلبه الصدق والتصديق، هو العبرة كلها بعد الانكسار صدق التوجه إلى الله، وهذا هو تعريف التصوف عند الشيخ الليبي زروق. الشيخ زروق، واسمه زروق لأنه في تفسيري أنا أمازيغي، عينيه خاضرة، عينيه خاضرة، يسموه زروق. نعم كلام الشيخ زروق هو أعرف بلده، وقد هاجم عليها المجرمون من الأدعياء السلفية
وحرقوا الزاوية والمكتبة. ولا واحد قال لي لا تكاد توجد مكتبة أو زاوية في ليبيا حجراً على حجر، والعياذ بالله. شيخ حسن، وأنا أديت فتوى بأنه البناء على القبر عند الملكية بالذات، البناء على القبر، القبة أيضاً على القبر مشروع على سبيل لمالك الأرض، له المعمل وعليها شاهد من سورة الكهف، ومش وقته، إنما في دليل في سورة الكهف على جواز ذلك. وبعدين بيقول في الحالة دي بقى ما ينفعوش للفلوس القديمة ولا الجديدة. الثالث يعني الملك القديم اللي اتولد عندك، والجديد اللي هو اكتسبته منه، هذا يعني التليد والتالد. والملك الحادث أو الكسب الجديد. وبعدين بقى بيقول إن الخصوصية تيجي من إيه؟ والله منحة إلهية، هو إذا اختارك من الأول سيسلك بك الطريق، وإذا ما كانش أنت حظك بقى. لكن الخصوصية هي الاصطفاء والاختيار. وبعدين بيقول إن واحد منهم أنشدوا، ما قالش القائل مني، بشوف من القائل أشوف، حط علامة استفهام. هو ده التحقيق، إن النسب المجهولة تعين. أنشدوا: قد كنت أحسب أن وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح. والعبد الفقير ده قال لعبد العزيز سيف النصر: فوق الهضاب جعلت بيتك قبلة للمقبلين على طويل الباع، فلديه من علم التراث دقائق ليست تباع بدرهم أو صاع، بل للمؤهل للتلقي والأداء من جملة الأتباع والأشياع. اختصاص، هذا الاختصاص. بس ليست تباع بدرهم. هنا بقى بيقول لك يا سيدي أن وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح، وظننت جهلا أن حبك هين تغنى عليه. تفنى من المظنش. إبقى شوف، تفنى عليه كرائم الأرواح، ما يدعكس المقصود، بل به. أنا ظننت المسألة هينة، إنما إذا كان تمنه هو القتل يبقى هين، مش ماشي مع السياق. أنا صلحتها تغنى مؤقتا، إنما شوف حتى رأيتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الإمناح أو الأمناح، أقرب جمع منح أمناح أو منحة. فعلمت، لما عرفت بقى، فعلمت أنك لا تنال بحيلة، فلويت رأسي تحت طي جناحي. خد بالك من الصورة دي، هو بيعتبر نفسه كأنه طائر أو يمامة أو حمامة معنا شيخ حسن. ولما كده لما عرف الحقيقة وضع رأسه تحت جناحه. الطائر يعمل دي أنت عندما يفضي عن كل ما حوله ويركن ولا يرى من حوله، وضع رأسه. المصريين عندهم مثل في الحكاية دي، بيت شعر يقول لك إيه، يقول جعلت نفسي وضعت نفسي هنا، عارف الحتة دي، تحت الحاجب وفوق العين، فصرت أرى دهري وليس يراني. شغل المصريين يعني يخفي نفسه، لكن بحيث إنه هو شايف اللي حواليه كويس ومحدش شايفه.
لأن وضع نفسنا هنا هو عارف الحتة دي؟ ده معنى البيت الشعر، بس أنا مش فاكر الشطرة الأولى. الثانية بيقول فصرت أرى دهري وليس يراني. الموقع ده هو يشوف والبين مش، والعين نفسها اللي وفوها ما تشوفوش. أنت فهمني؟ أظن تخفيت من دهري أو زي هنا بظل جناحي فصرت أرى دهري وليس يراني، حاجة مثل هذه. لكن بقى من ما أصبحنا ضعاف الذاكرة. والكلام هنا هو عن المبايعة المذكورة في أواخر التوبة، إن الله اشترى، هي دي القصة كلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. طيب هو في مبايعة وبايع ومشتري وطرفين، ما هو اللي اختارك وهو اللي خلق لك القدرة ثم خلق الطاعة فيك ثم أعطاك ثوابها، هو في حد تاني غير؟ إنما للتمثيل والتقريب والتشبيه ضرب المثل بالشراء، واشترى يعني أخذ، إنما شرى يعني باع. واضح يا سادة؟ وهذا برضو من قبيل المطاوعة، شرى الشيء باعه واشتراه أخذه، ولا إيه؟ ومن ذلك الشراء، لأن من شرى يعني الذين باعوا نفوسهم لله اشترى من المؤمنين. فلما ابتدى بقى يعمل زي الأرع ويتصدى للنخلة ويقولوا كلانا شجر، فهم الشيخ بقى بيقولوا وقيل ليست هذه المقاصر، جمع مقصرة من القصور، قصر بيت واسع، ليست هذه المقاصر مأوى لكل قاعد وقاصر. القاعد اللي هو قبل كده البطال، يعني مش رجل بطال كما نقول في العامية، لا، متوقف أو قليل الطاعة، ليس مكثرا من الطاعات، هو ده البطال والقاصر، ففيه قصور. الحتة اللي انت بتتطلع إليها دي لست من أهلها. والمثل العربي في هذا ليس هذا بعشك فدرجي، القبرة تأتي فتجلس مكان الصقر في عشه، فيأتي العربي ويقول لها ليس ذلك بعشك فدرجي، بالضبط زي سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، يعني ابعد عن مراكز القوم التي لست أهلا له. وقيل ليست هذه المقاصر مأوى لكل قاعد وقاصر، وقيل ليست هذه البحائر، يا بحيرة، لحائر ضل فظل حائر، يظل حائر، يعني أنت لست من أهل هذا المقام وابعد. يختبرونه عشان يبان إذا انكسر حقا السؤال. تغطيت، الله أكبر، أو كده مصريين تمام، تغطيت أبو نواس، والله حاجة عجب. أنا قلت إن الكلام ده يجب أن يكون لشاعر مصري، هو عايز يشوف ومحدش يشوف. تغطيت من دهري بظل جناحه، أو زي الزبادة هنا بقى بيقول الحمامة تحط رأسها تحت جناحها، يعني تركن وتأمن بقى. وهو عنوان برضو على المريد، يعني هو انقطع عما حوله وليس أمامه إلا طلب مولاه والسعي إليه. هذه وضع الجناح تحت الرأس، تحت الجناح. فصرت أرى دهري وليس يراني، من أروع الشعر. بس هو يقصد بتاع ده، يعني اللي هو حتى عينه مش شايفه لكن هو شايف كل حاجة. فانظر كيف يختبئ الناس، فن الاختباء،
عافاك الله. لكن بقى من اصطفى، وانا قلت لك على الراجل بتاع الطياره، فربنا محتفظ له بالشهاده هو وزوجته والمصحف لا يمسوش. في هنا سؤال ثاني: تسترت من دهري، اظن كذلك، مش تغطيت، اظن تسترت من دهري بظل جنة. ده انتوا رواه شعر كويس والله، الواحد ياخد باله لاحسن يقع معاكم. تسترت من دهري بظل جناحي، فصرت ارى دهري وليس يراني. اظن ان الصواب كده، والله اعلم. خد يا شيخ مواقف يا مولانا. وبعدين بيقول بقى: الانس بالله لا يحويه بطال، ولا يحوزه في الحال مختال، والآنسون رجال كلهم نجب، وكلهم صفوة لله. اشطب الآلف على مسؤوليتك. وكلهم صفوة لله عماد. هنا صفوة الله، لا، صفوة لله عمال. ثم قال الشيخ: الكلام اللي فات ده كله على طريقة القوم في الرمز. الشيخ السرقسطي صاحب المنظومة، زي ما بيقول المصريين، بيجيب الأمر على بلاطة، يعني بيكشف كل حاجة. فبيقول: اوعى تاخد الكلام اللي فات ده بظاهره، ده احنا حكاية انه يحصل عواصف، والعواصف من الكلام اللي فات. لا، ما تاخدوش على ظاهره. والآن فافهم، فتحت هذه العبارة إشارة، وأيما إشارة، اعرف المراد مش الظاهر. وبعدين قال: قلت يشرح كلام، قلت ما اللي هو الشيخ الفاسي بيشرح كلام سرقسط. ولنرجع الآن لباقي الفصل بعد الكلام ده عن الطارق، وما إذا كان صادقا أو غير صادق، وما إذا كان دعيا أو يحتاج إلى معاملة أشد. فبيقول هنرجع بقى بعد ده كله للغرض المقصود من الفصل المعقود، وهو عن حقيقة التصوف. ما التصوف؟ وده أصل السؤال. فهنرجع ونرجع الآن لباقي الفصل، إذ في تمامه ثبوت الأصل. ثبوت الأصل يعني ثبوت مشروعية التصوف، أن التصوف من الشرع، وليس كما يزعم بعض الناس كما تعلمون في داخل مصر وفي خارجها، التصوف ليس من الإسلام، وليس في الإسلام لا رهبانية ولا تصوف وكلام من هذا القبيل. فهو أدي معنى المقصود بثبوت الأصل، يعني مشروعية التصوف، وأن له دليلا من الشرع. وهيجيب يجي أربع أدلة بعد كده. يبدأ هو بقوله: فقادة الصوفي، يعني أول الصوفية، فقادة الصوفي أهل الصفة، وده الدليل الأول، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء المقيمون في مسجده برضاه ورعايته، وليس لهم كسب ولا أزواج ولا أولاد ولا بيوت، من منقصعين لله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر الآيات. هذه الحكاية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هي العلاقة في اللغة العربية الأصلية؟ ما العلاقة؟ ما فيش القرآن كله، ما هو أو ما هو شيء؟ فيه كتاب لواحد ناقد مصري اسمه محمد إيه، كان رئيس تحرير الإيه، اسمه ما هو الأدب،
وقد ترجمه بعده شيخنا في دار العلوم غنيم هلال، محمد غنيم هلال، بعنوان ما الأدب، أظن لشارتر. ما الأدب؟ لأنه ما فيش ما هو أبدا في الفصحى القديمة، وهذا مما نقع فيه نحن في لغتنا المعاصرة. فالسؤال بيقول ما هي العلاقة بين الدين والفلسفة؟ طب وإحنا ولماذا ولماذا أغلب فلاسفة أوروبا ملاحدة؟ مش عارف، غير مؤمنين. أولا غير صحيح، الملاحدة من الفلاسفة قديما وحديثا ليسوا الأغلب، وأما في القديم فنادر، ربما كسر بعد الحداثة، كسروا نوعا ما، لكن ليسوا هم الأغلبية. وهذا ما يقول مؤرخ الفلسفة. ولكن لكذا العلم بالفلسفة خير وقاية من الفلسفة، إذا عرفتها لا تنخدع بها. يبقى إذا واضح بأن يحسن أن نعرفها، بل إن العلم كله خير من الجهل كله، يعني أي علم خير من أي جهل به، حتى السحر كما قال الإمام الرازي، أن تعرفه ليس أن تستخدمه أحسن من أن تجهله. حد يقول الجهل أحسن؟ إذا كنت عايز. ولكن هو كمان بيزيد على الكلام، إذا استعملته لصالح المسلمين وحمايتهم مشروع. اقرأ الآيات في سورة البقرة، وما يعلمان من أحد حتى فلا تكفر، ويقرأ الشروع أو التفاسير على هذه الآية. لكن ده رأي الإمام الرازي نقلت لك. وعموما الجهل شر والعلم خير، ولكن المسؤولية في الاستعمال، يعني هو القنبلة الذرية المعرفة أو تفجير النواة وإطلاق هذا القمقم أو هذه القوة المدمرة في حد ذاته علم، لكن استخدامه في قتل هيروشيما وناجازاكي هو جريمة. قلت شيئا؟ وهذا ما يتبادلون به التهديد في هذه الأيام، يتبادلون التهديد بالضرب النووي أو استخدام الخط الأحمر، الخط الأحمر، ومع ذلك مش عاجبهم أردوغان ما يقول لك صواريخ، صواريخ يعني لعبة دلوقتي، لعب الأطفال. الصواريخ دي اللي بتعملها الحوثيين ويضربوا بها الرياض والخليج، ده حاجات جاية من إيران وإيران، ولعبة بين العيال بعضهم بعض. لكن العيال كبرت، ولما كبرت دعت رئيس الصين، فجاء إلى الرياض وقابله كبار العرب وشيوخهم، شوف قبائل ورؤسائهم، وقال الرجل حاجتين، أنا قلت له نوهت بهما في الأسبوع الماضي، يجب أن نحارب الإسلاموفوبيا، يعني شيطنة الإسلام عن طريق إشاعة الخوف منه، الإسلاموفوبيا، فوبيا يعني المرض، الخوف المرضي من شيء ما، وإسلاموفوبيا يعني تخويف الناس من الإسلام والشيطنة، أن تتخذ شيئا على إنه إبليس وتنسب إليه كل شر. فهذا الشيطان واحد من خصومك، تنسبه.
وانا هجاوب على ايه ولا ايه؟ ما انا جاوبت على اللي فات لما هجاوب على الجديد. عرفت بقى موقف من الفلسفه نحن مع دراستها، لان دراستها صيانه ووقايه من عيوبها، ولكن ليست كلها الحادة. كسر الإلحاد بعد الحداثة، لأنهم اعتبروا أن القرون الوسطى اللي كان فيها نوع من التدين في أوروبا قرون الظلام، والسبب في كده أخطاء الكنيسة الكاثوليكية. لكن إحنا لا عندنا كنيسة ولا عندنا وسطى ولا حداثة ولا دخلنا في الحداثة، طب ما ليش بتحصل؟ لكن بيقولوا إن مش عارف إيه الامتى عملت بتاع طلعتها السنة. سمعت قرأت هذا؟ يعني الإمارات أطلقت قمرا. حاضر بيقول لي، والناس بيفتكروا عشان أنا لابس عمة وبدرس في الأزهر إن دعائي مقبول، يظنون هذا. وأنا بقول يا رب ما تكسفهمش وما تبخسش، ولكن يعلم الله يعني ليس القبول بالجلوس على كرسي ولا بلبس العمامة، ولعل وعسى ندعو كلنا على الباب. لعلي بختصر الإجابة ولعل هذا الكفاية. وما قبل فضلكم يا سيد، ما أتكلمش عن الأشخاص، وإنما أنا أحب إن إخواننا الذين ينتسبون إلى التيجانية في إمبابة يتوحدون مع المشايخ اللي في حارة إيه؟ متفرع اسمه حارة إيه؟ مغربلين. المغربلين ده الشارع الرئيسي، إنما الحارة لها اسم تاني. إيش حاسب؟ اللي فيها زاوية الشيخ التيجان، الزاوية في حارة اسمها كذا متفرعة من المغربلين. حارة إيه يا شيخ علي؟ شيخ علي مش بينقدني. على كل حال وما حدش يتكلم في الموضوع ده أكثر من كده، وربنا يجمع القلوب ويوحد النفوس، وزي ما قلنا المفتاح والانكسار. الانكسار سبيل الانتصار. قبل ما نقول يا فتح، هل يصح ما يسار، يعني ما يقال من أن الإمام أبا الحسن، مش أبي الحسن، أما الإمام أبا الحسن انتقل من المعتزلة إلى الكلابية؟ ثم كلام واحد خبير، ثم في آخر حياته رجع في زمانه. الأول رجع للإسلام وبعدين رجع للسلفية كمان، بقى من أصبح من الوهابية. ده ربنا بيقول للي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصر، ده قبل ما تظهر الحكاية دي خالص. مش معقول تنسب الشخصية لما ما بعده. مش عارف، هذا كلام خبير، واحد عارف اللعبة وداخل في الخلاف، لكن نحن مع أبي الحسن بس بما أظهره من أدلة في كتابه اللمع، ورد به على المخالفين من أهل البدع. نعم بس أما القول نفس قولهم إن الإبانة هو آخر كتب، طب بدليل إيه؟ ما كل واحد يقدر. في حاجة في الدراسات العلمية اسمها إنك تدرس مؤلفات الشخص وتأخذ الإشارات، حاجة اسمها النقد الداخلي والنقد الخارجي. يعني لما تجيب أخبار تاريخية إنه والأخبار متضاربة، في من يقول أنا أول ما ألف وفي من يقول أنا آخر ما ألف، فالنقل التاريخي متعارض، يبقى لم يبقى إلا الأدلة الداخلية. إذا كان في داخل الإبانة إن هو ده من آخر كلامه،
وأنه ما رجع إليه ومات عليه مشهور، لكن المشهور عند الدنيا كلها وعند تلاميذه المباشرين وعند من كتبوا بعد ذلك كصاحب التبيين، تبيين يعني تبيين كذا المختاري مش عارف اللي هو ابن عساكر حافظ الشام، ابن عساكر والبعض قال حافظ الدنيا اللي هو ابن عساكر، ويقول غير كده. يبقى انا اخذ كلام اللي تلامذته اللي شافوه واللي بعديهم كالباقلاني وابن فوره، واللي بعديهم كإمام الحرمين وزملائه، واللي بعديهم كإمام الغزالي وزملائه، واللي اخذ كلام جابر بتاع اللي جه بعدين من الوهابيه بس العادي اجاب. أرى كلمتين في علم الكلام، يقول لك ده واجب شرعي، بل بعضهم يقول لا تقبل العقيدة عن تقليد، لا بد من دليل ولو أي دليل. إنما التقليد في الـ في الـ في الأعمال أو في الفقه البعض أجاز والبعض منع، لازم يعرف الدليل من المعصوم. إنما ولذلك من أدب الفتوى أن تصدرها وتشير إلى الدليل الشرعي حتى تحول السائل إلى يعني غير مقلد. وأما في العقيدة فالأكثرون على أنه لا بد من فهم أو معرفة دليل ما أياً كان، ولو حتى رؤية صالحة ولو سلوك صالح، أي دليل يقنعك من حتى لي كويس. إنما مجرد تقليد اتباع قول غير المعصوم بلا برهان وهو في العقيدة حرام، والله أعلم. من أول هنا احتج القائل، احتج القائل بأن الضوء هو ظهور اللون، يعني عكس الحكاية. احنا كنا بنقول الضوء الألوان من نتائج الضوء وآثاره، ده بقى بيقول إيه العكس. احتج القائل بأن الضوء هو ظهور اللون لا كيفية زائدة عليه، بل الحس كما مر، يعني مجرد رؤية الضوء، رؤية اللون هو ذا اللي بنعتبره ضوءا، فجعل الضوء تابعا للون وليس العكس كما قال ابن الأثير، ونقلنا ذلك عنه ان الضوء اصلا ويتحلل الشعاع فتظهر الالوان ابيض واخضر واصفر، والالوان الخالصه في فرق بين الالوان الخالصه والالوان في جمال، زي الصبغة عبارة عن مية وفيها لون الأصباغ، فدي مش لون بس، فده مش هو موضوع كلامنا. هنتكلم في الألوان الخالصة اللي هي تحليل للضوء، إنما ده واحد بيدعي العكس. وأحب أقرأ عشان في هنا خطأ طباعي، كلمة جاية في غير مكانها، أقول لك عليها إيه يا سيدي. لا كيفية زائدة عليه بل الحس زائد وإدراكها حسا كما مر، إذا ترقى من الأدنى إلى الأعلى ظن هناك، يعني انتقال أو ضعف زي ما قلنا محدودية الحواس البشرية. الواحد منا يعني إذا كان بيشرب مثلا حاجة زي دي محلاة بالسكر وبعدين يشرب بعدها يشعر أنها مرة، هي مش مرة ولا حاجة إنما لتأثره بالحل السابق، والعكس صحيح. فده بسبب ضعف وسائل الحس، هي كويسة لما تقارن بعضها ببعض ويأخذ السليم منها، إنما لا نأخذ العيوب التي فيها، وتلك من عيوبها. واضح المراد؟ نعم. يقول
كما إذا ترقى الحس من أعلى إلى من الأدنى إلى الأعلى يختف الإدراك. ظن هناك بريقا، يعني إذا كان طالع من ظلام وشاف نور يقول لك فج النور، فج عليه النور، يسمى فج النور، ده اسم من أسماء السيدات، موجود عندكم فج النور والست فج، والله كان من جيراننا. فج النور يعني مفاجأة النور وأنت خارج من الظلام، فده وده في علم النفس، لأن الإدراك الحسي شيء يدرس في علم النفس، حقائق معروفة، ولكن هي غير الواقع، غير الواقع عن نفس الأمر. عرفت الواقع عن شان؟ يعني الحالة الحقيقية الموجودة خارج الأذهان. وبعدين مثل لراعتي، يعني الفراشة تبان الأشعة، الأجنحة بتاعتها فيها ألوان وأشياء تبرق، فدي اليراعة يعني الفراشة. وعين الهرة، لما تبص للقطة في عينيها تلاقي عينيها بتشع ضوء قوي، خد بالك. فظهور في وسط الظلام يبان أكثر، حتى قال بعضهم إن وجود الظلام حول النور شرط لظهوره، لا مش شرط، ولكن يزيده بروقا أو لمعانا. واضح الكلام بالمثال، اليراعة هي الفراشة، وعين الهرة عين القطة، أكثر من عيون البشر. فإنه يرى مضيئا في الظلمة، ولا يرى، اكتب به، ولا يرى في ضوء السراج. كلمة في جاية متأخرة بعد الضوء، هي مكانها قبل الضوء. ولا يرى في ضوء السراج، يعني يمكن ما تبانش شوية يعني، لكن لا تظهر، يظهر اللمعان الشديد في عيون القطة إلا في الظلمة، وربما في إذا كان الضوء قوي يخفف منها شوية. ولا يرى في ضوء السراج، اللي هل يرى أي اللمعان، اللمعان والبرق، برق يبرق برقا، مصدر، مش البرق وهو ذا اللي اسمه اللمع، عارف اللمع بتاع ابو الحسن، يعني لمعة بعد لمعة، لمعان، ضوء بعد ضوء، هي دي. ولذلك يستخدم في كل علوم المسلمين، في لمع في النحو، ولمع في اصول الفقه، ولمع في علم الكلام، كل علم في لمع، لان العلم نور. المسلمين وكده العلم نور، بل القرآن ثم السراج، ثم السراج ذو أشعة برضه، فإنه يرى مضيئا شديدا ويضمحل ضوءه في ضوء القمر. لما يكون مصباح في غرفة مظلمة يبان، لكن لو كان في ضوء النهار، كل ده من ضعف الحس وليس حقيقة واقعة. ثم القمر، فإنه أيضا مضيء، لكن في ضوء الشمس لا يظهر القمر. شوف تشوف القمر في النهار مجرد علامة كده كالقوس، مضيء نوعا ما، ولكن ليست كما هي ليلا، ولا ضوء له في الشمس يعني إلا قليلا. ثم الشمس نفسها، فإنها الغاية في الإضاءة التي يزول فيها ضوء ما عداها، وما هو أي ليس وما هو يعني وهذا الذي سبق ليس لزوال الأضعف بالأقوى، إلا ليس إلا زوال الذي مش موجود عندك
أكتبها. يعني هذا الذي وصفناه إنما هو نوع من تأثر الأقوى الأدنى بالأقوى، واضح؟ الأضعف بالأشد، الأضعف بالأقوى، لا لأن الحس، شوف كيف تحذف حاجات بسيطة لكنها مؤثرة جدا، وشوف المخطوطة، إنما هي لازم تكون كده. لا لأن الحس لا يدرك الأضعف عند الأقوى ولا زوال ثمته، وإنما نوع من الضعف، ولا زوال ثمته بحسب نفس الأمر اللي برا في الواقع هو هو لم يتغير حقيقة على ما هي عليه، لكن انعكسها على حواسك يختلف بحسب نفس الأمر. الحقيقة الخارجية هي هي خارجة، يعرف الألفاظ دي خارج الأذهان، هو ده نفس الأمر أو الحقيقة. بل الحس لما ضعف في الظلمة وكان اللامع بالليل قدرا من الظهور، ظن في ذلك الظهور كيفية زائدة، اللي هو اللمعان ده معي، كيفية زائدة على كونه، على حقيقته، على لونه، أو على لونه، نعم، يعني على اللمعان الأصلي اللي في الخارج هو هو لم يتغير، لكن يقوى ويضعف في عينيك بناء على البيئة المحيطة، إن كانت ظلمة أو نور في قلب نور يخف إدراكه على لونه. ثم إذا تقوى بنور السراج ونظر إلى اللامع لم يرى له لمعان، يقل اللمعان الذي كان واضحا أو الأشعة الصادرة عن المصدر المضيء في الظلام، الأشعة تكثر وتتضح في الظلام، لكن إذا أحاط به مصدر مضيء آخر بدا كما لو كان قد ضعف، ولا ضعف هناك في واقع الأمر، إنما في انعكاسه على حواسك، واضح ولا مش واضح؟ هل كلامي واصل ومفهوم؟ مش مفهوم أنتم المسؤولين، اللي ما يفهمش يسأل. ليس هناك تغيير في الواقع، وإنما التغير في الحقيقة بسبب اختلاف الأحوال في حسك أنت وإدراكك لما حولك. ثم إذا تقوى بنور السراج ونظر إلى اللامع لم يرى له لمعانا، ولم يرى طبعا مجزوم بحسب الألف، هي اسمها الألف لأن العبرة بالصوت مش بالكتابة، يرى في كتابة يا لمعانا لزوال ضعف البصر، وكذا الكلام في السراج والقمر، فقد ظهر أن أضواء هذه الأشياء ليست إلا ظهور ألوانها. يعني دي حقيقة الأمر اللي هي الضوء تابع للون، ما زال يروي رأي المخالف لابن الهيثم، ظهور ألوانها عند الحس، كما أن زوالها ليس إلا خفاء ألوانها عنده. يبقى أخذ من ده هو إن الضوء هو عبارة عن أثر اللون وليس العكس كما قال ابن الهيثم. أرجو أن يكون واضحا في أذهانكم، كررنا الكلام ده كتير، إلا خفاء ألوانها عنده، يعني عند المدركي، فلا يكون الضوء كيفية زائدة على اللون. الواقع أن الضوء هو الحقيقة وله حركة وتحسب، وعرفنا أنه بالأرقام حركة الضوء كذا في الثانية الواحدة،
وعرفنا من ذلك اتساع كون الله عز وجل، وإنا لموسعوا. كيف زائد على اللون وظهوره. قلنا يعني ابتدي يرد الشارح أو المصنف نفسه والشارح معه على هذا القائل بأن الضوء من أثر اللون وليس العكس. قلنا معنا بقى، وأنا قلت حط علامة هنا واكتب على هامش، قلنا رد من المصنف على احتجاج القائل أن الضوء لون لا كفية أخرى. ماشي. قلنا هذا يعني هذا الذي ذكرته فيما سبق مجرد تمثيل، ضرب مثال، وضرب المثال ليس برهانا. ضرب المثال ممكن يفيد حاجة واحدة، إن الشيء ممكن، لأنه زي ما بيقول الحصول أقوى أدلة الإمكان. شايفها بعينك وتقول يا ترى ده ممكن ولا لا، ده متحقق. يبقى الحصول أقوى أدلة الإمكان، إنما البرهان عايز حاجة أكثر من الإمكان وهو ترجيح، يا إما ترجح يا إما تقطع 100%، أدي الحكم. لكن مجرد تضرب لي مثال فايدته إيه، فايدته إن ده ممكن يحصل، ترجع بعض، لكن ليس برهانا. أنت فاهم المقصود؟ هذا ضرب مثال، وضرب المثال لا يعد دليلا ولا برهنة، كل أقصى ما يفيد الإمكان بس، يعني إنه مش مستحيل، لو كان مستحيل ما كانش يحصل. واضح يا سادة؟ هذا تمثيل أي إيراد مثال، وزودت أنا بقى فوق بين السطرين، وليس باستدلال، لا يعد استدلالا، اللهم إلا على الجواز والإمكان. قالوا الحصول أقوى أدلة الإمكان، إنما إن هو برهنة، البرهان غير كده، زيادة شوية يفيد القطع أو على الأقل الترجيح، القطع في البرهان والترجيح في الظن. واضح يا بتاع كلية الشريعة؟ من عندكم الحكاية دي؟ اليقين 100%، ومن 99 لغاية 51 ده الظن، بس منه غلبة الظن وهم يلحقونه باليقين عند المجتهدين في العمليات، مش في علم الكلام، فاهمني؟ ولذلك أغلب آراء المجتهدين من هذا القبيل، من الظن الراجح، وهو ده اللي فيه يصدق عليه كلمة الإمام الشافعي، مش في كل حاجة، اللي هو قولنا هذا صواب يحتمل خطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل صواب، لأن عملية ترجيح، فهمتني؟ ولكن هناك الظن القوي اللي عليه غلب الظن، وهو ده شغل المجتهدين، وفي ظن بس يعني 60% لحد 51%، مجرد ظن. أما 50-50 دي اللي بيقولوا عليها 50-50 يعني على سواء، فالشك لا حكم هناك، الأمر مستوي، واضح؟ وما دونه يسمونه الوهم، مصطلحات، مش وهم يعني غلط، ونوع إدراك، بس إدراك أضعف والمقابل أقوى. هل تفهمني؟ الرأي المضاد أقوى، وأنت متشبث أو في واحد ماسك المقابل الضعيف، ده اسمه وهم. إنما المقابل له هيكون إيه؟ هيكون من الظن، وقد يكون من الظن الغالب، لأن الوهم دون 50 يعني هيبقى 10%-40%، وذكى هيبقى 60%-90%. هل فهمتني؟ فالوهم مقابله الظن الراجح، وليست هذه كلمة واهم فلان أو وهم عند المحدثين، دي حاجة تانية.
كده، فقد يظن يستخدمونه في الخطأ الخالص، إنما هنا مش ضروري خطأ لكن ضعيف، دليل ضعيف. أما صفر فالجهل، هذا المعرفة، الجهل هو الصفر، وما دون الصفر الجهل المركب، جاهل ويجهل أنه جاهل، شفت بقى؟ فجاهل تحت الصفر، وجاهل ويجهل أنه جاهل ويعتقد أنك أنت الجاهل، يعني هنا تحت الصفر بدرجتين، حاجته رياضية في تحديد المعاني الشرعية. سلك ذلك شيخنا الشيخ أحمدين علي أحمدين في كتابه ضوء القمر على نخبة الفكر، نخبة الفكر للشيخ ابن حجر أعظم الحفاظ وصاحب فتح الباري، وقد شرح كتابه شيخنا، هو شرح كتاب نفسي له حجر، له شرح على نخبة الفكر، نزهة النظر، نرجع إليه، نزهة النظر، نزهة النظر، اسمه نزهة النظر على نخبة الفكر، والعبد الفقير كان كنت بشرحه في الحادثة، وبعضهم سجل ذلك في مجلدين أنا بعثتهم للشيخ عبد الحليم محمود وأنا وضعوا في مكتبتي، هي عبارة عن تعليقات على نزهة النظر. أما شيخنا فشرح شرحا جديدا على نخبة الفكر، وأسماه ضوء القمر على نخبة الفكر، وطبعه في دار المعارف، وكان يبيع بسبعة قروش، اذهب يا حسن وادفع سبعة ساق لفلان في المكتبة وخذ نسختك، سبعة ساق كتاب من طبع دار المعارف، الورق الأبيض العيد وده يا سيدي. المقصد الثاني، لأن الأول كان ما حقيقة الضوء وما حقيقة اللون، قلنا هذا تمثيل أي إراد مثال وغايته، فين ده؟ أنا وقفت ما كملتش، قلنا هذا تمثيل، ما أنا قلت هذا تمثيل يعني ليس استدلالا، عرفت؟ وإنما هو ضرب مثل، وضرب المثل لا يفيد دليلا ولا يفيد الترجيح ولا القطع، وإن كل ما يفيده الإنكار. شوف غايته تجويز، هذه معنى غايته تجويز، يعني غايته إفادة الجواز والإمكان، افهم العبارة، غايته يعني أقصى ما يفيده ضرب المثل الجواز، غايته تجويز أن يكون لذلك الذي ذكرتموه آثار في اختلاف أحوال الإدراكات في قوتها وضعفها، مجرد الجواز بحسب اختلاف الحس في قوته وضعفه، ولا يدل، يعني هذا الذي أوردته يا أيها المعترض، لا يدل على أن الضوء ليس كفية موجودة زائدة على اللون وظهوره، كما أثبت ذلك ابن الأثير. واضح يا سادة؟ إذ قد مر أن الحس لا ينفعل عن الأضعف الموجود في نفسه عند انفعاله عن الأقوى، فيجوز أن يكون للامع مثلا ضوء مغاير للونه، يجوز مجرد الجواز، إلا أنه لا يرى في ضوء السراج، عرفنا أن في تأثر وضعف في حواس الإنسان لا تتخذ مقياسا في مثل هذه الظروف، ولا بد من مقارنة أكثر من حس وأخذ الحس السليم،
هو ده اللي قصده بأسباب العلم للخلق مش لله للخلق ثلاثة الحواس السليمة يعني متوسط الحواس السليم فلا يبعد مثل هذا الأخذ بحالة معينة وتحت تأثير وضع معين فهمتني الحواس السليمة والخبر الصحيح وخصوصا المتواتر والعقل أو النسفية العقائد النسفية التي شرحها سعد بن تفتزن وهو من أشهر كتب الكلام بعد المواقف المقصد الثاني في مراتب الضوء مراتبه مراتب الضوء مطلقة أي القائم بالمضيء لذاته يعني في حاجة اسمها المضيء لذاته والمضيء لغيره هو في حد ذاته معتم أو مظلم لكن يكتسب الضوء من مصدر مضيء بذاته وأقرب مثال لنا القمر والشمس الشمس مضيئة بذاتها لأنها فيها تفجرات نووية داخلها ولذلك يجي عليها يوم تبرد مشان أي حاجة فيها طاقة محدودة وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف هي وقت تبرد تنتهي وقت معلوم فإذا تعرض الجسم المعتم للجسم المضيء بذاته يصبح مضيئاً بغيره أظن حقيقة واضحة أو إذا تعرض فضاء الغرفة مساعة تقول الفضاء أو يقول الجو اللي حوالين الهواء الهواء ويقصد الفضاء فإذا تعرض الهواء الموجود في الغرفة لضوء السراج يصبح مضيئاً بغيره واضح يا سادة فهناك نوعان من المضيء مراتب الضوء القائم بالمضيء لذاته هو الضوء أي قد يخص هذا الاسم ولا يطلق الضوء إلا على مصدر مضيء بذاته وقد يطلق على كليهما قد يخص هذا الاسم اللي هو الضوء بكافية الحاصلة للجسم المضيء في ذاته بعد إطلاقي على ما يعمها وغيرها في كده وفي كده يعني يطلق بالعموم وأحيانا يطلق بالخصوص بإخراج المضيء لغيره كما في الشمس وما عدا القمر من الكواكب فإنها مستضيئة لذواتها إنما القمر معتم وأظن هذا ما أكده الذين وصلوا هناك أي قانون كما في الشمس وما عدا القمر من الكواكب فإنها مستضيئة لذواتها غير مستفيدة لضوءها من مضيء آخر للكواكب هو يقصد كلمة الكواكب هنا وأنا كتب على الهامش النجوم لأن الأرض كوكب لكن معتمة فهمني هو غرض الكواكب النجوم اللي حوالين القمر فإنها مضيئة بذاته معنا لكن الكوكب قد يكون معتمر كالأرض كوكب ذكر أن هذا خلاف ما عليه الفلاسفة في الحاشية ذكر أن هذا خلاف ما عليه الفلاسفة خلاف ما عليه الفلاسفة لكن هذا ما عليه العلم المعاصر واحنا بنقول ان كل الناس دول في نهايه كل بحث بيقولوا ان المساله محتاجه الى مزيد نظر ومزيد النظر ده ما حدث من تجارب حديثه فعلينا ان ناخذ بما ثبت بالتجارب العمليه وليس بضرب امثله بعده امثله يدل اجتماعها على ترجيح أو قطع في العلم برضو ظن وفي قطع واضح يا سادة هذه
الحشة يا سيدنا مولانا، الحشة ما بتقولش إن ده قول الفلاسفة. ما هو ما بتقولش إنه قول الفلاسفة، هو قول بعض البعض. لم يذكر أنه قول الواقع، من الرأي ده خلاف ما عليه جمهور الفلاسفة. بيقول لعل الآمدي يحكي الفلاسفة مع ابن الهيثم، وابن الهيثم في الحقيقة كان إرهاص بالطريقة التجريبية، وهو أول من استخدم هذا في البصريات، ولذلك عمل ما يسمى دلوقتي اختراقا. اختراق يعني رأي غير الآراء السائدة كلها، بل هو انقلاب إن شئت، لأنه عكس كلام أرسطو. ليس شعاعا يصدر من الشيء إلى العين، من العين إلى الشيء، بل بالعكس شعاع من المرئي الذي يحيط به ضوء إلى عين الرأي، وهذا هو الحقيقة الواقعة. وعلى ذلك تجربة بسيطة، وهو أنت تجلس في غرفة مظلمة وترى الأشياء المضيئة في الخير. هذا يدل على الشعاع اللي جاي من اللي برا وقع على عين، وليس هناك شعاع صدر من أنت في ظلام، لم يطر عن عينك أي شعاع. واضح؟ فكلام أرسطو غلط بدليل بسيط خالص. يعني العقلية الكبيرة دي وقع في حاجة بس صغيرة. فعلى كل إنسان يعني أن يتنبه أنه ممكن يقع. بل المصريون يقولون ما يقع إلا الجدع. المصري عنده حاجات والله تفيض حكمة، ما يوعش إلا الجدع، يعني يفكر نفسه جدع. يعني شوف يا سيدي، ما على ما يعمها وغيرها، الإطلاق العام والإطلاق الخاص يطلع المضيب غير، ولا يطلقه إلا على مضيب ذاته، كما في الشمس وما عدا القمر من كواكبه فإنها مستضيئة لذواتها، غير مستفيدة ضوءها من مضيء آخر، والقائم بالمضيء لغيره. هذه استخدامات عبارات نور. النور يعني الحاجة اللي بقايا الضوء في جسم مستضيء. ولذلك يعني بيقول زي النور الباقي في وقت الفجر، من وقت في حاجة اسمها الإسفار، يعني ما بعد طلوع الفجر لغاية طلوع الشمس. وده عند الأحناف سن تأخير صلاة الصبح إلى حد الإسفار، بس قبل ظهور الشمس. ويتمسك بهذا إخواننا الباكستاني، ما يصلوش إلا لما عليها، فيصلون الصبح متأخرا، ولكن من أحسن خصالهم لا ينامون أبدا بعد الفجر، يخرجوا من المساجد تتمشى وما ينامش تاني. إحنا دلوقتي من اللي بيصلي الفجر يخبطهم كده وينام تاني، لكن هو ما بيناموش بعد الفجر، لا رجالا ولا نساء. مع ان المرأة العربية دي العربية نقوم الضحى، يعني تحب تنام كتير الصبح، هذا ظاهر في النساء العربيات، لكن هم الحقيقة يمشوا ويناموا شوية في الظهر، لأن يعني عندهم القيلولة. أيوه يا سيدي، كما في الشمس ومع القمر، والقائم بالمضي اسم نور مش ضوء، هو ضوء بس مجرد تسمية، إن بقية النور الضوء في جسم مستضيء ليس مضيئا بنفسه، كالذي يأتي من شعاع الشمس القريبة من الظهور ولكن لم تظهر بعد، أو الذي سقطت إلى الغروب
وبقايا نورها في وقت حتى الشفق الأحمر عندما يشتد الظلام. اسمه، والكلام ده سمعته من الشيخ الشعراوي وبيشرح والقمر نورا، ما أعرفش بقى أراه كتب عن الكلام ولا في كتب التفسير. إذا كان ذلك الغير مضيئا لذاته كما في القمر ووجه الأرض المستضيء بضوء الشمس، فإذا قوبل الضوء بالنور أريد بهما هذان المعنيان. في المقابل إذا الأصل وإذا المستضيء. قال الله تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والحاصل في الجسم من مقابلة المضيء لغيره هو الظل. الحاصل في الجسم من مقابلة المضيء لغيره، البركة دي مرتبة ثالثة، مضيء لذاته ضوء، الضوء في المضيء لغيره نور، لكن النور لأن الواقع أن ظلك هو مزيج من ظلمة ونور، ما هو ظلام كامل. الظل اللي بيتبعنا ده في الحركة، فهمت لي بقى؟ في ثلاث حاجات وهي كلها أنوار، كلها أضواء، لكن مرة ثم ضوء إصلاح، ومرة ثم نورا في الجسم المستضيء، ومرة ثم ظلا وهو أثر الجسم المستضيء على غيره. فهمتني بقى؟ فهو يقصد ان الظل ده هو عبارة عن نور برضه، لأنه ليس ظلمة خالصة. ظلك أو ظل أي شيء، كظل الشيء يعني الأجسام في النهار أو بعد الزوال، يعني وقت الزوال لا شيء، وقت الصفر بعد الزوال عندما يبلغ ظل كل شيء مثله أو مثليه على الخلل من الفقهاء في وقت صلاة العصر. يسموه ظل كالحاصل على وجه الأرض حال الإسفار، ده مثل للنور، عرفنا اللي هو وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. ممكن تكتبها على الهامش، ما بين الفجر والشروق هو ده إسفار، وعقيب الغروب اللي هو بعد غروب الشمس إلى حد اختفاء الشمس، فإنه مستفاد ده نور، لكن النور ده مستفاد من جسم مستضيء من الهواء المضيء بالشمس، وكالحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر المستنير بالشمس، فالضوء إما ذاتي للجسم أو مستفاد من غيره. تقصير واضح. وذلك الغير إما مضيء بذاته أو بغيره، فانحصرت مراتبه في ثلاث، واحد من اسمه والثاني اسمه نور والثالث اسمه ظل. وقد يفسر الظل بالحاصل من الهواء المضيء، فيخرج منه الحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر، وقد يعني بالفضاء بس. وقد يقسم الضوء إلى أول وثاني، فالضوء الأول والحاصل من مقابلة المضيء لذاته، والضوء الثاني والحاصل من مقابلة المضيء لغيره، تسمية. فيكون الضوء الذاتي خارجا عن الضوء الأول والثاني. واضح يا سادة، مجرد تسميات وألقاب وألفاظ. في بقى كلمة تانية، وله أي وللظل مراتب كثيرة متفاوتة في الشدة والضعف، كما في أفنية الجدران. عارف الفناء يعني ايه؟ يعني الحتة اللي بره، الحيطة اللي بره، الحيطة اللي بره البيت اللي فدي مضيئة أو منعكس عليها النور من المصدر غير المصدر المستضيء، ولكن يختلف الضوء أو الأشعة الموجودة على ظاهر الجدران بره البيت
عنه داخل البيوت اللي عايز يقول. فهمت مني؟ يقارن بين، وده معنى الجدران او الافنيه، يعني النور اللي بره الحائط عن النور اللي جوه البيت، وده جوه البيت يتفاوت. المدخل اللي احنا بنسميه في الصعيد الادنى الدهليز، عارف الدهليز؟ الوسيط، ممكن اظن الوسيط هو الكوريدور ده، وبعدين اوضه بعد الدهليز على طول، وبعدين اوضه من جوه اوضه، وهو هنا اي عليه الخزانه، واحنا بنسميها الخزانه حتى الان، لانه المدخل ده لقعده الضيوف، والاوضه اللي من جواه عاده عندهم للخبيث للافراد، والاخرانيه اللي فيها القرار او الخزن المخزون من الطعام والشراب. واسم الخزانه غير دلوقتي في الصعيد الادنى. هو هيقول لك كان بكره التسميات، فاهمني؟ لكن الفكره ان الضوء اللي بره او ان شئت النور اللي على الحيطان غير لما تخش جوه البيت، غير لما تخش الاوضه الاولانيه، غير لما تخش الاوضه الداخليه خالص. يزداد الظلام، بدات تنام. سوف ترى إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار؟ شفت يا سيدي الظل ده اللي هو عرفنا انه نور، بس نور ثالث له مراتب كثيرة متفاوتة في الدرجة، كما في أفنية الجدران، عرفت؟ اللي برا، ثم الذي في البيوت اللي من جوه، فاهمني؟ البيوت مقصود المسقوفة، لو مفتوح على فبائه ده من ضمن الجدران والأفنية، ولذلك الفناء غير مغطى. الفناء قد يكون ساحة حول البيت ولكن محاطة بسور، حكم السور اللي برضه، برضه ما زلنا في حيطان أفنية تتلقى النور الخارجي العام، لكن البيوت يعني المسقوف. خذ بالك من الكلام، والثاني مستفاد من الأول، فاختلف كثير هنا مش عارف ايه كلام بكتبه، فاختلافه، هذا الضبط الصحيح. عندك اختلاف ولا اختلف؟ فاختلاف، اعملوا على مسؤوليتي، احوال هذه الاظلال، الانوار المختلفه اللي بره واللي في الصاله واللي في الاوضه الجوانيه واللي في الاوضه اللي جوه خالص، يتفاوت معنا ولا ايه؟ ولا نمتم؟ سته رجاله بيتوبوا والله. شوف يا سيدي، اختلف احوالها. انت هتبقى مدرس يوما ما قد تكون، فاعرف الحكايه دي، ان الكلام ما عادش يعني داخل الدماغ، والناس ملت وسئمت وكادت تنام. يا سيدي، اختلاف احوال هذه الاضلال لاختلاف معداتها شكل. وانت عرفت المعد قبل كده، وقلنا الاذاعه المصريه وفيها واحد معد، يعني يقرب الشيء من الوجود، يكتب نشره اخبار بس، ده المعد. انما اللي يخرجها للوجود من المذيع، فهمتني؟ فالاعداد نوع من الشيء الذي لم يحصل بعد لكن أصبح قريبا من الحصول، تقريب الشيء من الحصول، هذه الإعداد معنى فلسفي، وهو لم يتحقق بعد، لكن
يوشكوا أن ضربنا المشهد بالمذيع والمعيد زمان وإحنا نكلم فيه يختلف معداتها في القوة والضعف، وكما تراه أي وكالظل الذي تراه يختلف في البيت شدة وضعفا يصغر بصغر القوة. الشباك بتاع الفلاحين اللي هو فتحة مستديرة في أعلى الحائط تدخل النور إلى البيت، يعني إلى الغرفة المسقوفة، يعرف كل حاجة. هذا معنى البيت، لأنه هم كانش بيعرف الشباك العريض له. وصحيا هذه القوة اللي فيها هي أفضل، لأن الهواء لها تفسير في الحرارة والبرودة غير أحسن من الشباك اللي تحت. الهواء الساخن يصعد إلى فوق، ولذلك بيعمل تكييف طبيعي، وما كانش فيه تكييف. اليوم الناس لا يعيشون بدون تكييف، وقد عاشوا قرونا بلا تكييف. عشان تعرف ان المكتشفات لها ثمن في ضعف الانسان، ضعف بنيته. ولذلك سكان الجبال اقوى الناس، ويطلع يجري في سفح الجبل لقوته ولعادته. ان منزل احدنا ينقل، ده تعبير فصيح. تنقيل ده عباره عن الانتقال البطيء. فإنها إن كانت أكبر اللي هي كانت القوة أوجع اسمها في بلدنا الطاقة، طاقة الطاقة، طاقة يعني اللي هي القوة في الفصيح، الفتحة أو في الحقيقة الفتحة، لأن الفتحة للمفرد بالمرة والفتحة للشيء نفسه المفتوح. اعرف هذا، فتحة السلاح دايلم، إنما الفتحة مرة من الفاتح. ربنا يفتح عليك، لما ذات فاتح عند المشايخ يفتح عليه، فلان مفتوح عليه. شوف يا سيدي، كان في البيت بصغر القوة، صغر يبقى كبر القوة يعمل ظل أكثر أو نور ثالث أكثر شوي، مش عارف أنا قلت إيه. وكبر أي كان، كلما كان أكبر كان الظل حاصل في البيت. أنا كنت حاجة في الوسط بقراء يا شيخ، كان الظل النوري، لأنه قد تظن أن الظل ظلم، إنما هو ظل نوري، النور نمرة ثلاثة، الصادر عن الصادر عن. الظل النوري الحاصل في البيت أشد وأقوى، وكلما كانت أصغر اللي هي قوة الطاقة. عندكم كده الورق ده سأل، عندكم طاقة ولا لازم تتخذون الشبابيك الواسعة المسدودة بالخشب؟ يا شيخ انت قلت كانوا يشدوها بال الاشياء، يعني كان الظل الحاصل في البيت اشد واقوى، وكلما كانت اصغر اي الفتحه كان ذلك الظل اضعف. وينقسم الظل في داخل البيت بحسب مراتبه في شده الضعف، كلام مش عشان الى غير النهايه، يعني يتدرج إلى غير النهاية، إلى غير النهاية، يعني ما يصعب، مش غير النهاية لغير النهاية، يعني ما يصعب حصره، أي إلى أمور غير منحصرة في عدد يمكن إحصاؤه، وانقسام القوة بحسب مراتبها في الصغر والكبر كذلك، يعني تكبر وتصغر بدرجات لا حصر لها، لا يكاد يكون لها حصر، هذه المراد. كذلك أي اللي هو كذلك يعني انعدام
وجوده بدرجات وانعدامه كذلك بدرجة كذلك. عرفت كذلك يعني يعني انعدام الضل مثل ذلك له مراتب. كل حاجة لها معنى عندهم، مش كله عند العرب صابون. كذلك يعني وانعدامه هو متدرج أيضا. ولا يزال الظل، أنا كتبت فوق المراد بالظل نور مستمد. عرفت أنت بكده إنه النور التالت ده وليس ظلم. ولا يزال الظل يضعف بسبب صغر القوة في المثال المذكور حتى ينعدم بالكلية. لو سدوا الطاعة دي تماما تبص تلاقي الأذن الداخلية المشقوفة ظلام كامل، خلاص ما فيش أي مصدر للضوء. الأشعة الخارجية لا تتسرب إليها، مسدودة خالص هي الخزانة دي. ولا يزال أن في المثال المذكور حتى ينعدم بالكلية وهو الظلمة. وهو أي وانعدامه هو الظلمة، هذه هو المرجع هنا للضمير تكتب هو الصدر إذا حبيت الآن. وهو أي وانعدامه هو الظلمة، انعدام الظل هو الظلمة. لما مر من أن لأنه زي ما قلنا بكده فيه ملكة اللي هي الضوء، لكن الظلمة عدم ملكة المفيش. خد بالك، وهو يعني وانعدام الشعاع أو انعدام الظل هو الظلمة، لأنها غياب الملكة اللي هي الظلام. لما مر من أن الظلمة عدم الضوء، افتكر بحكاة الملكة وعدمها. وإنما أورده ها هنا لأن ما ذكره في المقصد الثاني أسهل. وما مر من أن الظلمة عدم الضوء عما من شأنه، ما شأنه، من عما من شأنه، عما ما من شأنه، أو ما من شأنه. شيخ حسن يقول من زي ما من شأنه، والحقيقة ما شأنه يعني الأشياء أيضا، بس غلب العاقل، غلب العاقل على غير العاقل. عرف من وما؟ ومن وما ومهما ومجا أخوات إيه؟ أخوات إيه؟ وما هو بظلام العبيد؟ أخوات ليس ليس ما ولا مش أخوات إن مشبهات وما وما مشبهات بليس مشبهات المشبهات وبليس لأن لا حالتين ممكن تشبه بإن وممكن تشبه بليس. شوف يا سيدي المقصد الثالث شوف المقصد الثالث الأولاني كان في حقيقة الضوء، والثاني كان في الخلاف وفي أثره وأقسام الأضواء والرأي المخالف لابن أسيد، والثالث بيتكلم عن تكيف الهواء بالضوء. وعرفنا كلمة الهواء عنده يعني الفضاء. هل يتكيف الهواء غرضه الفضاء؟ تكيف الهواء بالضوء، والهواء مقصود به الفضاء. في عبارة الشارح هل يتكيف الهواء بالضوء أو لا؟ وإنما أورده ها هنا لأن ما ذكره في المقصد الثاني من مراتب الظن متوقف على تكيف الهواء بالضوء. منهم من منعه وجعل شرطه أي شرط التكيف بالضوء، تكيف الفضاء للمحيط بالضوء، جعل شرطه اللون ولا لون للهواء لكونه بسيطا، يبقى مش هتكي فلا يقبل الضوء لانتفاء شرطه. ولما كان لقائل أن يقول ده وجد نظر أخرى، ولما كان
يعني عرفت هذا، ولكن يمكن لقائل أن يقول ولما كان لقائل ما، يعني أن يقول قد مر أن الضوء شرط لوجود اللون. الضوء زي ما قلنا هو الأصل، واللون متفرع منه تحليل للشعاع، شرط لوجود اللون عند الحكيم، يعني الفيلسوف يسموه حكيم بعد الوزبة، يعني الفيلسوف كان على الطبيب والحكيم دلوقتي للطبيب بس، إنما الحكمة مقابل للفلسفة، والحكيم المشهور عند الحكيم المتأخر يعني ابن سينا اللي هو الشيخ الرئيس عنده، كبير المشتغلين بالفلسفة الأرسطية المشائية، لأن الحياة الفلسفة كتير، فلسفة صوفية وفلسفة مشائية وفلسفة إشراقية وفلسفة قرآنية وكذا. ولما كان لقائل أن يقول قد مر، يعني بيعترض أن الضوء شرط لوجود اللون، الضوء شرط لوجود اللون عند الحكيم، فلو كان اللون شرطا للضوء لدار الحكيم هنا قال للعهد أم لجنس الحكماء؟ أعتقد أنها للعهد، يعني عندها نفس ابن سينا يقصد الحكيم المتأخر، لأن كلهم حكماء أو مشتغلون بالحكمة بالفلسفة، لكن هو بيقول إذا ما هو نقل عنه، تعرف؟ نقل عنه في العديد من كتب، وقال إنه في الشفاء الكذب، يعني رجع الكذب، وفي كتاب آخر الكذب، فهمني؟ استحضر ذلك، فخلاصته أن الضوء أصل واللون ناشئ عنه. فتيجي دلوقتي تقول العكس، يبقى كل واحد منهم مسبب في الآخر، كل واحد سبب ومسبب، يبقى ده الدور بعينه. واضح الكلام؟ أما تقول لي إن الشيء ده علة يعني يسبق، وده معلول يعني يتأخر، ولكن تقول إنه هو علة ومعلول في الأمثلات، يبقى الشيء الواحد يتقدم ويتأخر على نفسه. فهمت معنى الدور المحال؟ هذا معنى الكلام. اللي عايز يسمع الكلام زي ما بيقولوا في قصة أبو زيد، اللي يسمعوا الكلام يوعوه ولا يعونه، يعني أنت مش معانا عشان أنت بحراوي، لكن الصعايدة عارفين قصة أبو زيد كويس. نحن بنو هلال، أبو زيد زعيمنا. شوف يا سيدي، منهم من ما شوف، ولما كان لقاء يقول كذا كذا، مرة تقول علة ومرة تقول معلول، إن كان إن صح هذا فدور لدار الحكيم. هنا يقصد به الحكماء القدماء، لأنه في بداية القسم الثاني قال الأول زعم بعض الحكماء الأقدمين أن الضوء أجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء، وهو الذي ذكر أنه شرط يقصد به أحد الحكماء القدماء، وأظنه أنكسيوبورس. لكن نحن حققنا أنهم أخذوا بكلام ابن الهيثم، وهو الذي يثبت أن اللون نتيجة الضوء وتحليل للشعاع، فالأصل هو الضوء واللون تابع. أما هذا المدعي فيقول العكس، ولو أخذنا بكلامه فالضوء علة لا معلوم واللون علة لا معلوم، لو جمعنا بين الرأيين، وهذا محال لأنه من قبيل الدور. عرفت الدور؟ إن الشيء يبقى علة ومعلومة شلون، وهذا إحالة استحالة لا يتحقق أبدا في الواقع. يقول لدار، أي لكان من قبيل الدور، اكتب على الهامش، بس الدور عشان تحلها من الأول نوعين، دور معية ودور علية. الدور المحال دور العلية، فهمني؟ إنه هو
الشيء يكون سبب ومسبب والعكس، فده اللي هو دور العلية وده إحالة. لكن دور المعية يعني يلف لغاية ما يرجع في إيه؟ الأبوة والبنوة والإضافات. أي فالتضاوف موجود، يعني هناك أشياء لا يدرك معنى ألف إلا بعد به، ولا يعرف معنى به إلا بعد معنى ألف. فهذا من قبيل الدور المعي، ما تقولش معه، يبقى نسبة للبطن المعي. فهذا جائز، فهمنا وعرفنا المثال. لا يفهم معنى البنوة إلا بعد معرفة الأبوة، ولا الأبوة إلا بعد معرفة البنوة، ولكن ليس هذا من قبيل الدور المحال، بل هو ممكن وحاصل. إنما المقصود بالدور المحال هو دور العلة والمعلوم. ماشي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.